حق من تبوله وقتها، وهذاك موجود في قانون حرية الصحافة مش في قانون الإرهاب، وفيه معناها يجر من نشر الأفكار القائمة على التكفير. صيغة كانت سيئة ممن ليس لهم خبرة، سمحوني زادة، في المجال هذا متاع الصحافة، وفيه كثير من الأخطاء، وأصلا هو مربوط بفكرة الإرهاب، يعني خارج فكرة الإرهاب هو لا ينطبق. فبالتالي الحقيقة المزادات السياسية رأي قاعدة تعطي في نصوص سيئة. خلينا نخلقوا ثقافة أخرى فيها كثير من العقلانية، طان تحسنوا طان تمكنوا من مقاومة الظاهرة هذه الإرهابية اللي هي قائمة على التخلف، والتخلف راه موجود عند الارهابيين خاطر هزوا سلاح، لكن غيرنا مازالوا ما هزوش سلاح، ويعبروا زاده من حين لاخر بعض الافكار المتشده. خلي مجتمعنا الكل يتطور، ما عادش نسمعوا بالانحرافات هذيا، ما عادش نسمعوا بناس نبعثوا فيهم لسوريا ولكل اماكن العالم. ما قلناش مصالح، فما ضغط من النقابات الامنيه، لكن في المقابل فما بعض النقابات الامنيه النقابات الأمنية يعترضوا على الفصل 78 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب، وكانوا قدموا وثيقة لرئيس مجلس نواب الشعب فيما يخص. والله شو هم الحقيقة راهو اعترضوا مؤخر باش نبداو متفقين. هذه هي المشكلة نتاع النقابات الأمنية، حقا دفعت في اتجاه تنقيح القانون اللي تعمل في سنة 2013 المتعلق بحوادث الشغل بالنسبة لعوان قوات الأمن الداخلي. كان متسرع زاد القانون هذاك في نهاية 2013 وما يعطيش ما يكفي من التعويضات، الناس معرضة زر الكرتوش. حبينا نعمل معهم مع بعضنا فرد صف على الخط هذا او المعركه هذه. الحقيقه هم انتبهوا كان مخ المساله هذه، علما كانوا رانا حكينا فيها حتى في 2013 من الشغلابيه زاد يرجعوا شويه المواقف تاعقا، ورانا دفعنا في اتجاه اكثر امتيازات خلي الناس باش تشجع وهي هزه سلاح في جبل. هذه هي، اما مزايده ويدخلوا شكون صوت شكون ما صوتش هذا مرفوض تماما، سامحني ما عندوش دخل في السياسه هذه اللي حبينا نقولوا. اما ما قلناش مصالحهم، قلنا ضغط، وضغطهم هم وضغط الشارع زاد وضغط زاد السياسيين لازمنا نقولوا هذا. اللي تقولوا فيه من اخطاء ومن نقائص في هذا القانون، ولكن باش نصوتوا له، لان كان ما صوتنالوش تيقولوا لي نحن مع الارهاب. نحن في التيار الديمقراطي ما خموش بيت العقليه، فما حد يجي يعطينا دروس في الوطنيه باش يقول لي نحن مع الارهاب. ما نجموش نكونوا لا مع الارهاب ومع الانحراف، نحن ضد كل اشكال الانحراف من الفساد ومن الارهاب ومن زاد تهديد عبر الصحف وغيرها، الكل زاد مرفوضه، ومن تمويل فاسد وكل شيء. لا ما غير من سمي اسم الحزب الحاكم اولها نداء تونس، ما قلناش فقط نداء تونس. وبالمناسبه يجب ان لا يمر هذا القانون، لانه ضربه للدستور وضربه للعداله الانتقاليه وضربه لكرامه التونسيين، معناها باش يولي نهب وتونسي ساكت. الحقيقه هذه منطق ما قبل الثوره، بعد الثوره التونسي في بالي جزء كبير من تونس على كل حال راسهم الفوق. اسمه سيد وزير الصناعه وسيد رئيس الحكومه السابق زاد في ملف نعتقدوا كانوا فيه خساره كبيره للدوله التونسيه، ان شاء الله ما يكونش متعمد. نحن نعتقدوا كانوا فما تعمد، هذاك علاش قدمنا اشكال للنيابه العموميه، ان شاء الله تنظر في الملفات هذه وفي غيرها. اما ذي في انتظار خاطر ما عنديش امكانيات كبيره، نحن صدفه دخلت لنا بعض الملفات ونحيلوا القضاء كما احنا ملف معين يشكيو او نعلموا بجريمه. ان شاء الله الحكومه كما قابلنا السيد رئيس الحكومه اخر مره قلنا له بالله يعمل لنا سيد رئيس تدقيق، هذا هو ما حشناش بالشارع والتحريك والمعارك هذه، عمل تدقيق في المجال هذا ربما نكتشفوا اللي فما اخطاء ترجع مليارات للدوله التونسيه ونعملوا شفافيه. هذا هو اللي طالبينه لا اكثر ولا اقل. قاعده عسكريه بالمعنى ذي الحقيقه ما نعتقدش كون فما شكون يتجرى ياخذ قرار من هذا القبيل، ولكن نعرفوا اللي فما سر في الامر لازم نعرفوه. هذه ماهيش من الاسرار العسكريه، غلط، هذه من الاسرار نتاع من يحكم تونس ما يحبش المواطنين يعرفوا، ماهيش من الاسرار العسكريه اللي تمس بها من الدوله، لا ما تمسش بها من الدوله، تمس بالمصالح نتاع من يحكم فقط، هذاك علاش لازم نعرفوه في اقرب وقت. موقفكم انتم من توصيات وزير الخارجيه الطيب البكوش في اختتام الملتقى السنوي للرؤساء البعثات في اي نقطه اسمح في البعض فيما يخص مكافحه الارهاب وبعض التوصيات تخص الامن، بعض برامج تخص الامن، باش يتم تقديم وثيقه لرئاسه الجمهوريه اليوم. والله ما عنديش فكرة بالضرورة، سمحني على ما صرح به السيد وزير الخارجية. كل ما عنده علاقة بمكافحة الإرهاب بشكل عقلاني إلى آخره، في جمع المعلومات، في تحسيس الناس، هذا طبعا مسألة ضرورية، ما نجموش ننزعوا في هذه. أنت تعرف نحن موقفنا واضح بقطع النظر على خلافات مع الحكومة في المسائل اللي تتعلق بالأمن ولا في الأمن الخارجي، رانا ما نقشوش. والدليل شفت موقفنا من الجدار رغم بعض غشوا، هذا قرار سيادي، ما نقعد نزيد واحد يقرر الآخر يعملوا سابوتاج، مرحبا به، خذا قرار يواصل فيه، المهم يلقى بدائل تنموية في الجهات. هذا هو تصور التيار هذا فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب. إن شاء الله ربي وفقوا، عندهم دور الامنيين في مختلف السفارات، هذا ما فيش حتى شك في هذا فيما يعني وزير الخارجيه، لكن اللي يعنينا اكثر هو هنا في الداخل كونه تكون عندنا ما يكفي المعلومات ومن الوعي ومن القوانين الجيده زاده والاجراءات لمكافحه الظاهره هذه.